طبعا بالنسبة لي الـ rehydration and nourish child، احنا نعرف مدى عندنا وين nourish child، راح نشوف حسب شلون راح نقرر عند dehydration، اكيد راح يكون عنده شو اسمه فات لوس صار من عند dehydration، فدائما نعتمد على look feel and decide. فحسب هذا يعني راح نحفظ بلان اي يمتى نقررها، وبلان بي يمتى نقررها، وبلان سي يمتى نقررها. بالنسبة لي التريتمنت كله سهل مالتهم، بس هالمرة بالريهايدريشن راح نستخدم الاو ار اس، اللي هو لازم طبعا تعرفون المكونات مال الاو ار اس مهمة مطلوبة من عندكم سواء بالخامس او بالسادس، يعني وراكم وراكم. المهم فهسا بكل بساطة انه عندنا البلان اي، البلان اي متكونة من ثلاث نقاط اللي هي او ار اس وزنك، وبعدين تشجعون على الكونتينيوس فيدينج. بما انه احنا عندنا او ار اس بالبلان اي، فشان نستخدمه اذا اقل من سنتين نعطيهم من 50 الى 100 مل، اذا اكثر من سنتين يعطوهم 100 مل الى 200 مل، والكبار قد ما يشربون هاي الكمية ينطوها ورا كل يعني دياريا او فومتينج، ورا كل مرة يعني من يصير عندهم دياريا او فومتينج، ونبقى نراقبهم لحد ما يروح من عندهم شو اسمه يعني لحد ما يوقفوا الدياريا او شو يسمونه الفوميتينج. طيب اذا كان عندهم سم ديهايدريشن، ننتبه على كلمة سم ديهايدريشن، يعني هنا من ديسايد اكو نون ديهايدريشن، اكو سم ديهايدريشن، واكو السيفير ديهايدريشن. ننتبه على سم ديهايدريشن يعني بلان بي. طيب بلان بي شلون؟ اللي هي مجرد نعطي 75 مل بير كي جي من الـ ARS، ودائما نخلي مونيتورينج، المونيتورينج تكون حسب هاي الأشياء اللي حددنا على أساس هاي البلان، إنه هنينا لوكو فيل وبعدين ديسايد. إذا يا برجع لل إنه صار مثل أي، نكمل على أي لحد ما تروح من عنده ال فومتين والدياعية، يا صار اتطور وصار بلان سي يعتبر سيفير ديهايدريشن، وبلان سي بالسيفير ديهايدريشن راح نعتمد على الاي في فلويد، اللي هي ايش قد نعطي بالاي في فلويد؟ نعطي 100 حسب هذا الجدول. اي في فلويد هو يكون رينجر لاكتيت، راح نعطي 100 بس اكو شيء لازم ننتبه له، المية مل تتقسم 30 بسبعين مل، هنا الساعات اللي ننطيها اذا كان هو انفنت فراح ننطي اول 30 خلال ساعة واحدة، بينما البقية يكملها السبعين يكملها بخمس ساعات، بينما اذا كان اكبر من هيجي راح انطيها اسرع، بدل ما ساعة هنا تصير نص ساعة، وبدل خمس ساعات ساعتين ونص. يعني اول الانفنت يحتاج لفت 6 ساعات، ابو يعني الاكبر من الانفنت اللي هو اكبر من سنه راح يحتاجون مجرد 3 ساعات، ومع استمرار المراقبه ممكن يصيرون بلان بي وبعدين يصيرون بلان اي وهكذا. زين اكو شغله بالبلان اي ورا ما نكمل، انه احنا صح نقول للام ترجع للبيت وتاخذ هذا الـ ORS، بس اكو اشياء نقاطها لازم تحفظوها يمتى ترجع لي للمستشفى مرة ثانية. وهاي هي خلصة المحاضرة، هاي المحاضرة اهم شيء بيها انه نعرف البلانات. الـ ORS مهم انه تعرفون، خصوصا هذا الـ WHO لازم تعرفون مكوناته، سواء قلت لكم هسه او بسادس مطلوب من عندكم من يتوك. اكو كونترا انديكيشن لاستخدامات الـ ORS، ممكن اللي هي بعدين هم يعني بسادس راح تاخذوها، اللي هي abdominal distension لما يكون due to paralytic ileus، او اذا كان عنده severe continuous vomiting اكثر من
أكثر من 3 times per hour. ممكن إذا كان عند شوك أو إذا عند circulatory collapse, إذا كان عند بعد شنو disturbed level of conscious أو lethargic, هذه كلها من ال contraindication of ORS. بس لازم نحفظ الكمية المكونات مرة تانية.